للمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة من العريش الزميل محمد عبد الصبور. محمد، أبرز الخدمات التي تم توصيلها أو إيصالها إلى المواطنين من خلال مكتب خدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء. نعم، تحياتي زميلتي العزيزة، تحياتي لمشاهدي قناة النيل أخبار في كل مكان. طبعا جنبا إلى جانب مع الجهود المصرية التي تبذلها نحو إنفاذ وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر المعبر الوحيد وهو معبر كرم أبو سالم، نتحدث اليوم عن دخول 94 شاحنة من البوابة المجاورة لمعبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم. تم تفريغ حمولة 25 شاحنة وتم رفض 9 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والإغاثية العاجلة، ولا زال الجزء الأكبر من الشاحنات هناك في معبر كرم أبو سالم في انتظار الدخول. أيضا دخلت 8 شاحنات للمحروقات، 4 للسولار و4 للغاز. تم تفريغ 3 شاحنات ومتبقي العدد الآخر في انتظار تفريغ الشحون. على أي حال، مركز خدمة المواطنين هو أحد المراكز الهامة التابعة لمحافظة شمال سيناء والمعنية بالأساس بتقديم الخدمة على مدار الساعة للأشقاء الفلسطينيين العالقين داخل يعني مدينة العريش والمتواجدون سواء في مساكن السبيل أو غيرها من الأماكن المخصصة لهم، وعلى مدار الساعة يقدم خدمات على مستوى الطعام بتقديم 3 وجبات يوميا، وأيضا تقديم الملابس والمواد الإغاثية والدوائية العاجلة. أيضا يمكن هذه هي كراسي متحركة يستخدمها بعض يعني الجرحى والمصابين في التنقل داخل مستشفى العريش، حيث يعني لازال بعض العالقين ولازال بعض أيضا الجرحى والمصابين ومرافقين يترددون على مستشفى العريش من أجل خدمات طبية متميزة تقدمها الدولة المصرية للأشقاء الفلسطينيين على مدار الساعة. إذن بنتحدث عن المستشفى الذي يقدم خدماته، وبنتحدث أيضا عن هذا مكتب خدمة المواطنين الذي يقدم خدماته على الناحية الإنسانية من ملابس ومأكل ومشرب وإلى غير ذلك. كل هذا يأتي وسط أيضا جهود مستمرة من جانب مصر نحو إدخال المزيد والمزيد من المساعدات الإنسانية، ودائما يقابل بتعنت من الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي بفرض المزيد من الإجراءات الصارمة ورجوع عدد كبير أيضا من الشاحنات محملة بذات الحمولة نظرا لتعسف الجانب الإسرائيلي في إدخال هذه المساعدات، وسط طبعا وضع إنساني صعب ومعقد للغاية داخل القطاع، وسط استهداف متعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي للمنظومة الصحية والمرافق الحيوية وأيضا أماكن التي تأوي اللاجئين والنازحين. ويمكن أيضا فجر اليوم منطقة المواصي في غرب رفح على البحر المتوسط كانت تعرضت لقصف، بالإضافة أيضا لعدد كبير من المدارس التي تأوي النازحين تعرضت هي الأخرى لعمليات قصف مستمر من جانب الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي دائما المستشفيات تعاني من شح في الأدوية والمستلزمات الطبية من جانب، وتعاني أيضا من شح في المحروقات والوقود، بدليل أنه يمكن كل 24 ساعة هذه المستشفيات يعني مهددة بالتوقف عن العمل إما لنقص المحروقات أو إما لنقص المستلزمات والأدوات الطبية، لا سيما مع وجود عدد كبير من الجرحى والمصابين، وبالتالي تقف المستشفيات عاجزة عن تقديم هذه الخدمات الطبية في الوقت الذي تواصل فيه مصر الدفع بمئات تمام. شكرا جزيلا زميل محمد عبد الصبور مراسل النيل للأخبار من العريش.